مشاهدينا الكرام، عبر شاشة الرشيد الفضائية برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الفن والمشاهير سبوتلايت. ضيفتنا الليلة فنانة متعددة المواهب، بلشت مسيرتها من المسرح الدرامي وانطلقت بقوة من المسرح الغنائي للرحابني. بألبوم حلم انطلقت بعالم الغناء بشكل احترافي سنة 2003، من بعدها أنا حرة وصولاً إلى أضواء الشهرة. أسهمت أغنية تطلع فيه هيك لمروان خوري بنجاحها كمطربة، وخصوصاً بعد تحقيقها انتشار عربي كبير. واللافت كان النجاح الكبير لها الأغنية بمصر رغم أنها باللهجة اللبنانية. وما اكتفت كارول بالتعاون مع مروان خوري كملحن، ولكن جمعهم مع بعض ديو يا رب يلي حقق نجاح كبير. انت بعدك انت ما بتتغير، محير لي قلبي ومحير، وبعده قلبك طفل صغير، طمني كيفك انت. بال 2006 تعاونت مع صديقه آنذاك ومدير اعمالها حاليا ماريو أستا والملحن سليم عساف لتأسيس شركة إنتاج خاصة تحت اسم لا كارما، وأصدرت من خلالها ألبوم حدود السماء. على صعيد التمثيل كان لها حضور على الشاشة الصغيرة بلبنان، لكن النقلة الكبيرة كان بتجسيدها قصة حياة الشحرورة صباح بتميز، ولقى المسلسل نجاح جماهيري كبير عربيا وأثار جدل نقدي بين مؤيد ومعارض. كارول سميحة فنانة من لبنان أضواء الشهرة بتعشقها وحدود السما. كارول أهلا وسهلا فيك عبر شاشة الرشيدة الفضائية. أهلا وسهلا كمان بمشاهدين الرشيدة الفضائية. عادة سبوتلايت الليلة رح ترافقك بكواليس برنامج أكسبكتر، شو بتخبرينا عن هيدي التجربة؟ فريدة من نوعها، مش كل يوم بتتكرر. إذا بدك تجربة مش هين انك تقعدي حكم، يعني اول مره انا ما بقعد تحت الاضواء، بقعد وراء الاضواء، ومنا هين لنا كحكم انه نعطي حكمنا كل حفله، سوري نعطي حكمنا كل لايف على المشتركين. اول شيء بدنا نراعي مشاعر المشتركين، بدنا نراعي مشاعر المشاهدين، وبنفس الوقت ما فينا نكون دبلوماسيين، بدنا نقول الحقيقه لمصلحتهم للمشتركين، وكمان لانه في حكم بالبيت عم بيحكم علينا. صح. فبدنا ناخذ بعين اعتبار كثير امور، وكمان بلا ما نجرح حدا. مهمة كثير صعبة، اللي قاعد بالبيت بفكر انه شغلة هينة، يي ولو ليش قالوا هيك، يي ولو ما انتبهوا انه في هيك، هين تحكي بالبيت، بس لما بتجي قدام الكاميرا بتصير كثير تخافي انك تقولي كلام مأذي ويجرح. طيب كارول، بتحسي حالك اوقات بتتعاطفي يمكن مع المشتركين بيكونوا بفريقك اكثر من المشتركين الباقيين؟ هن على المسرح بتعاطف معهم، ايه يعني بصير حتى ايدي على قلبي انه تقطع الغنيه وما يصير في اخطاء، او انه مثلا ما ينشزوا او ما يطلعوا برات النغمه، اكيد بعيش على اعصابي، بس بالتمرين بكون معهم قاسيه، يعني ما بغنجهم وايه ياي برافو انتم بتجننوا حلوين، لا قاسيه معهم لمصلحتهم، وبضلني كل اسبوع احسن شيء جديد وحسن وحسن، كثير متطلبه منهم. باعتقادك اكس فاكتور قدر ينافس باقي البرامج يلي سبقته يمكن وجذبت الجمهور العربي وصار له سنين يعني عم تحصد نجاحات كبيره، قدر اكس فاكتور يكون بهيدي المنافسه؟ يعني بدون شك لما بتشوفي انه هالبرنامج جاب اعلى نسبه مشاهده بالتلفزيونات، وفي برامج بالمقابل غيرت مواعيدها مخصوص تتعرض بوج اكس فاكتور، فبتتاكدي انه اكيد اكس فاكتور كان مشكل خطر على برامج الهواة. وكمان ما فيك تنسي انه فكره انه يكون في باندز فرق مش موجوده بغير برامج، هيدي بس خاصه لاكس فاكتور. بس لمعلومات المشاهدين انه اكس فاكتور هو اقدم برنامج لاكتشاف المواهب بالعالم، ومنه صاروا يستوحوا بقيه البرامج. هو وقف فتره مزبوط. صح، ورجع هلا من اول وجديد. طيب كيف عم بيكون التفاعل بينك وبين اعضاء لجنه الحكم، خاصه بوجود منافسه بين فرقكم كمان؟ ايه هلا طبعا المنافسه بنحكي وقت نحن كل واحد ضمنيا بحب حدا من فريقه يربح، يعني بنكون كذابين اذا ما قلنا هيك، بس بنفس الوقت انا بهمني اني بهمنا مصلحه البرنامج، لانه اللي بده يربح بالبرنامج راح يمثل الاكس فاكتور، ونحن كحكام بالنهايه بنمثل الاكس فاكتور، فمش مفروض يطلع حدا ما بيستاهل لانه اسامينا كلنا بتدق.
فبالنهاية بيهمني أنا مصلحة البرنامج، ماني حاطة براسي إنه أنا بدي أربح وأنا وبس، لا ما عندي هالنفسية، متقبلة الربح ومتقبلة الخسارة بكل روحها رياضية، لأنه ياما في ناس طلعوا أوائل بالحياة وما عاد طلع منهم شيء، المهم بعدين مين بكفي ومين بيستمر. إذا السنة الجاية انعرض عليك ترجعي تشاركي مرة تانية بلجنة الحكم متشاركة؟ تجربة حلوة، ما في جاوبك هلا بس يخلص بهالسيزون كله بجاوبك. كارول، من فترة قصيرة أطلقتي ألبوم إحساس، الأغاني حلوين كتير، وإذا بدك يعني من هيك أصداء الجمهور بتعرفي كيف كل شخص ما بحب أغنية واحدة، يعني عم بيكون في عنده كذا أغنية عم بيكون مغروم فيها، وكل أغنية فريدة من نوعها. إذا بدك ليه اخترت أغنية إحساس لتكون هي عنوان الألبوم؟ أول شيء تعرفي الألبوم كنت حسميه حخونك على اسم أغنية بالألبوم أنا كتبتها، بس بعدين لقينا انه ممكن كعنوان تطلع قاسية، مع انه اغنية حخونك بالاخر بتفهمي شو المقصود، اخر شي بتقوله انا مش حخونك، فيها لعب على الكلام، فكنت رح سمي البوم حخونك بس حسيتها خفت الناس تنقز، فرجعت قلت بدي لا بدي اختار عنوان ناعم، وانا معظم البوماتي كان عناوين عقلانية، يعني يا فيها تحدي مثل حدود السماء، يا اما فيها اضواء الشهرة كتير واقعي، ما في كان الا بس البوم حلم كان كتير فيه رمزية، فقررت انه لمره وحيده بدي عبالي اعمل البوم بيكون عنوانه كتير بسيط ما في تفلسف، ولانه الالبوم معظمه اغاني عاطفيه فاخترت انه يكون عنوان عاطفي. هلا العنوان عاطفي بس الاغاني اللي جوا عناوين في يعني موقف، في مواقف يعني مش طايقاك وحاخونك بعدك عم تقولي انه انت كتبتيها صح، والعالم بلش يطلعوا يعني بلش يفكروا فيها انه هيدي تجربه شخصيه، واكيد كارول مرقه فيها كل الناس. انت بتحسي انه مع انه المراه تكون الرجل بمواقف معينه او كتير انت امن او لا؟ في كثير ناس مفكره انه انا عم بقول حخونك لانه حدا خانني، بس رح اقول انه ما حدا خانني بس مش بسترجع، لا مش ضروري انه يكون حدا خانني لكتبت هالغنيه، انا حدا عنده كتير عزه نفس، ممكن اذا حدا مثلا من كذبه صغيره او شيء زعجني انا كتير عزه نفسي بتندقر بسرعه، ما ضروري يكون في خيانه وما حدا خانني، بس انا بعتقد انه هالاغنيه بتعبر عن لسان اي امراه بالعالم كله، لما تكون معصبه من رجال ومقهوره بتحبه مثلا بتصير بخيالها عبالها تنتقم منه بطريق بجميع الاشكال، حنزل دموعك ورح بكيك ورح ركعك ورح كذا ورح كذا، بس كلهم هول بالخيال وبالواقع ما بتعملون، فهيدي الأغنية إذا بدي حس رسمت فيها فرجيت شو بيمرق بخيال المرأة بس تكون معصبة أو زعلانة من الرجل، بآخر الأغنية بقول له بس مش طايقاك، صحيح عنوانها بينقز بس غنية كتير مهضومة كتير مرحة عكس حخونك، بتقول له أنا مش طايقاك قد ما أني مغرومة فيك، مش طايقاك قد ما عم بشتاق لك قد ما بحبك، فيها غنج وفيها دلع. كارول على كل حال يعني اذا واحد يعني اللي بحبوكي واللي بيسمعوا اغانيك اذا بيرجعوا بالاغاني هلا بالالبوم واللي قبل كمان، يعني بتحكي عن جد عن حاله كل شخص، حتى يعني لما البنت تكون مغرومه اذا عم تحكي عن الخيانه بتكون مرقه الخيانه بحياتها، يعني عم تحكي عن كل مراحل بحياه الانسان، يعني بتعيش معنا عن جد اذا بدك باغانيك. صح صح، لانه انا بحس انه الفن بده يكون مرايه عن المجتمع، مرايه عن نحن كبشر شو عيش ومنمرق تجارب، بس مش بالضروره كل غنيه بغنيه يكون قطعت فيها، مش معقول يعني حتى الممثل بس عم يمثل دور بالسينما مش ضروري كل دور مثله بالسينما يكون هو قطع فيه بحياته، هي بحب دائما اوصلها للعالم، اوقات بستوحي من تجارب غيري شو براقب اصحابي شو قطعوا، بستوحي من وجعهم بكتب. الالبوم صار في عليه شويه هيك اقاويل ولغط، خاصه بالاغنيه اللي جددتيها للفنان عصام رجي، كان في هيك حكي انه صار في زعل يمكن انه ما اخذت موافقه من الورثه للفنان، بالعكس خبرينا عن الموضوع. لا بالعكس، هي اللي يعرفوا شغل الناس انه هيدي الامور لها قواعد قانونية، القاعدة انه بس بدك اغنية قديمة ما بتتوجهي عند الورثة، لانه كل الملوك الفكرية والحقوق موجودة عند شركة اسمها ساسام، هيدي شركة الساسام هي شركة موسيقية بتروح لعندها بتاخذ الاذن منها وبتدفع لها، يعني روتانا اخذت اذن من شركة الساسام، ما لها علاقة الورثة حتى بالنسبة لاغنية عبد الوهاب وحشاني بلادي، ما رحنا عند ورثة عبد الوهاب، بتروح شركة روتانا عند شركة الحقوق الملكية والفكرية، فما في أي غلط صار وإحنا أخذين حقوق من كل الأغاني، وفي أغاني أبدا سرقينا مش مزبوط اللي حكيتوه، وبالنسبة أنا بالعكس قريت من مدامته للفنان الله يرحمه عصام رجي، حبت كتير الأغنية بصوتي وأنا بشكرها على الكلام الحلو اللي قالته عني،
خاصة إن إحنا الأغنية غيرنا لها توزيع، أخذناها على مطرح كتير ناعم وكتير رومانسي مش مثل ما كانت. أنا بحب دايما بس جدد أغنية يكون في إضافة إنه أطبع شخصيتي، ولا أفضل واحد ما يجدد. بتأمني بمقولة bad publicity is good publicity؟ يعني not always، مش دايما، مش دايما ال bad publicity is a good publicity. حسب شو هي، شو هي ال bad publicity، حسب شو هي هالدعاية السيئة. لأنه أوقات في اشياء بتبقى مأزية على صعيد الانساني مش بس على صعيد كفنان، ممكن يطلع شيء كتير مأزي وكتير غلط، هذا لا لازم الشخص يتحاكم عليه. بينما باد بابليسيتي انه قصص هيك صغيرة سرسرات سلبية وناس ما حبيت هذا لانه هيك وما حبيت شو لبست وما حبيت ليش هالغنية، عادي هول ايه هولي جود هولي منيح، بس يضل ضمن الفن قصص الفنية. بس قصص لما بتصير في بكرامة الانسان والشخص لا، هون لا لازم الواحد ياخذ حقه. كارول انت معروفه بالكليبات يلي بتنزل وبتعمل ضجه كثير قويه، تمثيل وصوره اذا بدي كمان بكليب احساس. اول مره عم نشوف كارول سماحه عم، مش انت البطله، مش انت اللي عم بتجست الدور، عم تحكي عم بتكوني كدور الراوي لقصص خيانات متعدده. ليه صار هيدا الشيء؟ ضيق وقت ولا كارول عم بتجربي هيك تجددي؟ لا مش ضيق وقت، لا مش ضيق وقت، بالعكس نحن حبينا ناخذ هالفكره. انا مؤخرا اخر 4 سنين معظم كل كليباتي انا كنت عم مثل فيها وعم بلعب دور الضحيه، فقررنا انه بهذا الكليب لثقبت كمان الاغنيه موضوع بيحكي عن الخيانه، قررنا انه انا ما مثل، احكي بلسان المجتمع، كل الناس بالمجتمع الكابلز كذا ثنائي بالمجتمع شو مشاكله، انا مثل كاني كنت الراوي، كنت الراوي الناراتور بهذا الكليب، وخبرنا عن كذا ثنائي، وحتى فاجينا هالمره خيانه المراه للرجل. قبل كانه دائما المراه هي الضحيه والمظلومه والرجال هو الجلاد، فرجينا انه لا، حتى بالحياه اليوميه ممكن اوقات المراه تغلط، فرجينا هيدي الناحيه. انا برايي انه هذا الكليب قدم بعد اكثر ابعاد اكثر لمعنى الخيانه، ومثل رساله للمجتمع كمان انه اخره الخيانه هي الوحده، بينتهك الواحد لوحده والندم بعدين ما بينفع. هذا رساله الكليب. اذا بدنا نبلش بخليك بحالك، الكليب رائع، العالم كلهم حبوه وعمل ضجه كثير قويه، ولهلا صار حاصد يعني حوالي 15 مليون مشاهده. لا غلط، 18 مليون صاروا امبارح بالغلط عم جنب بحضر طلع بوجه 18 مليون مزبوط 18 مليون مشاهده، هذا رقم منه هين ابدا. اكيد بتعتقدي انه الاغنيه الرومانسيه بتضل اكثر وبتحفر بوجدان الناس؟ مش كل اغنيه رومانسيه بتصيب، حسب قد ايه موضوعها بيوصل. اكيد اغنيه مثل خليك بحالك، في اغاني ما بتموت مثل تعودت، خليك بحالك، طلع فيي هيك، وان شاء الله هلا كمان صار يومين بس ثلاثه الكليب احساس، بس انا متاكده بعد كذا شهر بس ياخذ وقت والناس تحضره كل العالم تشوفه، كمان بعرف انه رح يترك اثر. انا بهتم دائما بكليباتي انه ما بين بس مش بس بيهمني بين حلوه، بيهمني يكون في رساله بالكليب، بيهمني انه اللي عم يحضر يتزقزق يعني يحس في شيء استفزه بالكليب. انا هاي شخصيتي، يمكن لانه شوي درست للمسرح بتخليني افكر. عم بحضر مثلا لكليب جديد للصيف مشان كمان الشو له علاقه بالشو، حيكون مختلف تماما عن اخر كليبات عملتها باخر 4-5 سنين. فينا نعرف هيك شيء صغير؟ لا، هي الاغنيه تبع وحشاني بلادي رح تكون للموسيقار عبد الوهاب. هالاغنيه اللي كمان عملت يعني لغط كبير عن جد وعملت ضجه كثير كبيره، العالم كثير حبتها وحبت التوسيع الجديد. صح، اوريجينال. فهيدا عم نحضرها بكونسبت كثير مختلف، بطريقه كمان صاروا زمان ما شافوني فيها، لانه هالاغنيه مثل ما بتقولي عامله صدى مش طبيعي من اول ما نزل الالبوم، واي مواطن عربي عم بحس انه هالاغنيه لإله، بتعني له كانه هو لإله، خاصه بهذا الوقت. صح، يعني الشعب السوري عم بحس الاغنيه لإله، الشعب المصري عم بحس الاغنيه لإله، الشعب التونسي عم نحكي بلغه. حبيت انه بهالالبوم نزل اغنيه يكون لها علاقه بالواقع العربي، يعني تعاطفتي مع الجمهور العربي بدون ما تكوني عم بتفوتي بزواريب، يعني كانه شيء عن جد طلع من قلبك. صح، لانه انا ما بحب اعمل غنيه للمناسبه، ما بحب اعمل غنيه سياسيه تطلع تقيله الدم وتنحط بس بالمناسبات وبعدين ننسيها. ولا مره عنا غنيه بتحكي عن وطن وبتكون بترقص مثلا، او فيك تحطيها بكلاب وترقصي عليها. فهذا الشيء الجديد اللي مقدمينه بوحشاني بلادي، غنيه بوب بس بموضوع وطني، هذا الفرق بينه وبين غيرها. وانا كنت مصره بالبومي ينزل موضوع له علاقه بالشعب العربي باللي عم بيعيشه واللي عم بحسه. كارول اللي كنت عم تحكي عن الشو يلي عم بتحضري له ليدي او السيده ليدي، مشروع العمر اذا بدك، يعني قد ايه صار لك بتحلمي فيه؟ لا
منه مشروع العمر، هذا بداية الحلم الأساسي تبعي، بس في بعده محطة أهم. أنا عطول عندي شريع دليدي السيدة هي بدء مسيرة جديدة بحياتي، بدء فاز جديدة بحياتي، استاد جديد بحياتي. طيب وين صارت هيدا التجربة؟ وين صاروا التحضيرات سيدة؟ ما هو الكوريغراف هون كان حاتكون، هلا احنا باكس فاكتور هون والكوريغراف عم ناقش، انا وياه باكس فاكتور عم ناقش المشاهد بالشو. بلشوا التحضيرات والالبوم نازل راسي ما في لك قديش هالقد راسي. عم حضر طبعا، عم نعمل إعادة توزيع الأغاني القديمة تبع المشهورة، وطبعا في أغاني جديدة من الألبوم الجديد. واللي راح يصير انه راح يفتتح الشو بكازينو لبنان على عيد الفطر، بتسقب يمكن ب 10 اوغست لحديد 9 سبتمبر، شهر كامل بهذا العرض. وراح بعدين ان شاء الله نقدر نعمل فيه تور كامل بالعالم العربي وبامريكا ان شاء الله. سنة 98 منح الراحل منصور الرحباني دور رئيسي بمسرحية آخر أيام سقراط لتجسد دور تيودورا عشيقة سقراط أول الفلاسفة. شكلت هيدي المسرحية محطتها الجماهيرية الأولى على المستوى المحلي، ولم يلبث منصور أن قدم بمسرحية وقام في اليوم الثالث سنة 2000 بدور مريم المجدلية، من بعدها مسرحية أبو الطيب المتنبي سنة 2001 بدور خولة شقيقة سيف الدولة، لنوصل لـ 2003 بدور الغسالة ومسرحية ملوك الطوائف. وبعد انقطاع عن المسرح لمدة 4 سنوات، كانت كارول مشغولة خلالها بتحقيق ذاتها كمغنية بعيداً عن الرحباني. وبال 2007 عادت كارول مجدداً للمسرح الرحباني من خلال عمل مسرحي ضخم قدم بدبي ومن بعدها بجبيل، يتناول ملحمة زنوبيا التاريخية، وأدت دور ملكة تدمر وحصدت نجاح كبير. كارول انت بنت المسرح، يعني تعرفنا عليك عن مسرح الرحابني، بس شو بتلاقي الفرق بين المسرح الرحابني الاستعراض الغنائي والعمل هلا اللي عم تحضري له السيده المسرحيه الغنائيه؟ رح استفيد من خبرتي انا قبل المسرح الرحباني، كمان انا دراستي بالجامعه على التمثيل والاخراج ودبلومي بالاخراج. قبل المسرح الرحباني الغنائي انا كنت ممثله دراما، كنت مثل مسرحيات ما فيها موسيقى بس دراما ممثله يعني. رح استفيد من كل خبرتي بالمسرح، ان كان بالمسرح الدرامي او المسرح الغنائي مع الرحباني، وحطهم بالسيده. السيده ما لها علاقه بشيء شفتوني فيه قبل. بالمسرحيات الغنائيه مع الرحباني كنت كون عم مثل شخصيه، عم مثل دور. بالسيده ما في اي تمثيل، ما في مطرح للتمثيل، ما في دور. هيدا استعراض غنائي راقص فقط، ما في مطرح للتمثيل، يعني منا مسرحيه وما في نص. في معي 20 راقص، وراح يكون معظم وقت عم غني مباشر مع فرقة موسيقية وعم برقص. كارول سميحة فنانة متعددة المواهب، مسرح غناء، يعني إذا بدك هلأ عم تحضري لأكس فاكتور، وعم تقولينا بنفس الوقت كمان هلأ شو بالأوضة عم حضر مشاهد الشو مسرحية، بس كمان بتتقني اللغة الإنجليزية والفرنسية. متى راح نشوف كارول هيك عم بتدق، يمكن عم تطرق باب الغناء العالمي؟ ليك انا ما كتير بيهمني الغناء العالمي قد ما بيهمني انتشار الاغنيه اللبنانيه او العربيه بالعالم الاجنبي. يعني انا هدف من اهدافي انه يصير في اجتياح للاغنيه العربيه بالعالم الغربي، وهذا دورنا. مش دورنا انه نغني بالانجليش، انه شو عم غني انجليش كمان شهرتي الشخصيه، يعني انه واي انا صرت عالميه ما كتير تفرق معي. بيهمني يكون في رساله حتى انه انا عن جد تصير في انتشار للفن العربي بالعالم عند الغرب. يعني انا ليه بدي اروح على لاس فيغاس وشوف بس سيلين ديون عم تعمل استعراض، وشوف إلتون جون، وشوف هذا؟ ليش ما بيكون في فنان عربي؟ مع انه انا عملت جولات، كل الفنانين العرب عملوا جولات بامريكا، بس حفله بيعملوا ليله وبفلوا بيرجعوا على بلدهم. بس ليه ما بنعمل شو؟ ليه ما بنعمل شو على فتره شهر وشهرين وثلاث اشهر؟ ليه ما بننشر الاغنيه العربيه، وليه ما بننشر المسرح العربي والمسرح الاستعراض العربي؟ وانه احنا عنا فن وعنا موزعين وعنا موسيقيين وعنا رئيسين. هيدا هدفي انا، مش انه انا غني انجلش وياي صرت مشهورة، انه ما بتفرق معي. بيهمني نحنا كاغنية عربية توصل للعالم الغربي ان شاء الله. اتمنى، مش انا ما لحالي ما فيني اعمل، في كتير غيري لازم يعملوا هالشي كمان، لانه لحالنا ما في، يعني لونيون في لا فورس، الاتحاد قوة.
غنيت الاغنيه خليجيه، معقول هيك لكل الجمهور العراقي اللي هلا عم بشوفنا تقدمينا اغنيه عراقيه؟ هلا يعني الاغنيه العراقيه اذا بدك اجتاحت العالم العربي. ايه صح مزبوط، وفولكلور والدبكه العراقيه كمان لها ميزه خاصه. انا صعبه اقدم لكم، يعني انا صعبه اقدم لكم شيء عراقي، لان بحب اقدم شيء يكون انا متمكنه منه، حافظته مزبوط وقوله، بس اذا تمكنتوا حفظت فاجئكم، يعني ما تستهونوني بالعراقي. وعا بس انه بس هلا ماني جاهزه، فاجئتيني بالسؤال، مش محضره شيء بالعراقي. لا تحضرين لنا. اه حضر لي، قلتي لي غني هلا قدمي لنا هلا، قلتي لي على الكاميرا. اه لا ما زبطت، صعبتي بالمستقبل ما بتعرفي يمكن يكون في مفاجاه بالشو. اوكي لكن كارول سميحة أنا بدي أشكرك على هيدي المقابلة، وعن جد مثل ما بيني على التلفزيون هيك فنانة قريبة للقلب، وبدي أتمنى لك كل التوفيق، كل التوفيق بالعالم بدي أتمنى لك، لأنه عن جد هيك الشخص الأشخاص بيرتاحوا لما يشتغلوا معك بهالضحكة الحلوة، شو رضي ما بضل مرسومة على وجهك. إن شاء الله ميرا كلك ذوق وعلى الكلام الحلو، ها بيطلع لك شابو. وهيك مشاهدينا منكم وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من سبوتلايت، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمقابلة مع الفنانة كارول سميحة. لقونا الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة، ودايما عبر قناة الرشيد الفضائية. باي باي.